نجوم يمتنعون عن الإنفاق على أبنائهم لأسباب مختلفة، قد تكون من بينها تحمل المسؤولية، مثل نور عمرو دياب. إليكم أبرز التفاصيل في حلقة اليوم من توب 10 مشاهير. صرحت الفنانة رانيا يوسف بأن طليقها المنتج محمد مختار لا ينفق على ابنتيه نانسي وياسمين، كما أن علاقته بابنتيه منقطعة تماماً منذ حوالي 11 عاماً، وكان هذا بناءً على رغبته الشخصية، وإنه معتمد على أن رانيا لن تجعلهما يحتاجان لأي شيء بسبب أجرها من الأعمال الفنية التي تشارك فيها. قررت والدة لينا مقاضاة أحمد الفيشاوي مؤخراً لزيادة نفقة ابنته ودفع مصروفاتها الدراسية، واتهمته بأنه ممتنع منذ سنوات عن دفع النفقة. وبالرغم من مرور القضية بمحطات كثيرة من بينها صدور حكم بحبس الفنان المصري لامتناعه عن سداد نفقة ابنتها ثم إلغاء هذا الحكم، إلا أن أحمد الفيشاوي حرص قبل حوالي عام على توجيه رسالة لابنته والتأكيد على أنه كان ملتزماً بدفع مصروفاتها ونفقتها لفترة طويلة، واتهم والدة ابنته باستغلاله مادياً بدون علم لينا. كما أجابت نور عمرو دياب على تساؤلات عدد من متابعيها وأكدت أنها مستقلة مادياً عن أسرتها ولا تحصل على أموال من والدها عمرو دياب، حيث إنه لا ينفق عليها منذ سنوات، خاصة وأنها تريد أن تكون شخصية عصامية وتحرص على الإنفاق على نفسها. أما طليقة الفنان المصري علي ربيع فأكدت في فيديو نشرته مؤخراً وتداوله الجمهور على أنها حاولت كثيراً الحصول على نفقة ابنتها من الممثل المصري، إلا أنه لم يستجب لتلك المحاولات، فبالتالي قررت اللجوء للقضاء. أما عن قضية النجم أحمد عز وزينة، من أبرز القضايا التي تسببت في إثارة الجدل خلال السنوات الماضية وما زالت حتى الآن، حيث قررت زينة باستمرار مقاضاة والد طفليها من أجل دفع النفقة الخاصة بها. كما أكد محاميها في تصريحات سابقة له أن النجم المصري لا يدفع النفقة إلا عندما يشعر أن نهاية القضية المرفوعة ضده لن تكون في صالحه، وحينها فقط قد يدفع حتى ولو مبلغاً صغيراً من النفقة المقررة.